بالنسبة اللهم أجرني من النار في المغرب والفجر متى تقال وكم عددها؟ صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل المولى عز وجل أن يزيدنا جميعا علما وعملا وتوفيقا ورشادا وسدادا وسعادة في أمري الدارين، وأن يختم لنا بخير ونجعلنا من أهل الخير، ونجعل عواقب أمورنا إلى خير، إنه جواد كريم. جاء عند أبي داود في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الصبح فليقل سبعا قبل أن يكلم أحدا من الناس: اللهم أجرني من النار. ثم قال: وإذا كذلك وإذا صلى المغرب فليقل قبل أن يكلم أحد من الناس أو أحدا من الناس: اللهم أجرني من النار. فالمشروع في حق المسلم أن يأتي بها سبعا بعد صلاة المغرب وكذلك بعد صلاة الصبح. والأخ الكريم سأل هل هي بلفظ ربي أجرني أو اللهم أجرني، والصواب والله تعلم أن اللهم أجرني من النار، والله تعالى أعلم. يعني تكون شيخ الكريم بعد فور نهاية السلام يعني ولا؟ لا، ليست بعد السلام، ليست بعد السلام. الذي جاء بعد السلام: اللهم أنت السلام ومنك استغفر الله ثلاثا، كما جاء في حيث عائشة رضي الله عنها وأرضاها بالصحيح. ثم بعد ذلك: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم بعد ذلك يأتي بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. بعض أهل العلم عدها من أذكار الصباح والمساء، لأنها تقال صبيحة وتقال كذلك إيش بعد المغرب. وعلى كل حال، إذا أتى بها الإنسان عاقب أذكار أدبار الصلوات، سواء صلاة الفجر الصبح وصلاة المغرب، فهو على خير بإذن الله عز وجل. يعني يقولها في نهاية أذكار الصلاة. نعم، بعد ما ينتهي من أذكار الصلوات يأتي بها سبع مرات. نعم، سبع مرات: اللهم أجرني من النار. وجاء في فضلها أنه من قالها حين يصبح بعد الصبح سبحا سبعا ومات في صبح أجير من النار في يومه ذلك، ومن قالها في مسائه ومات في تلك الليلة أجير من النار في تلك الليلة، والله تعالى أعلم.